سلام. مثل ما تعودتوا رفروف ارت شانل بتقدم كل شيء جديد. اليوم رح نقدم لكم فيديو بمناسبه بدء العام الدراسي، كيفيه صنع ملف لحفظ الاوراق المدرسيه. اليوم انا وعدت لابن اختي يصور معي الفيديو، وهيدا الملف من عند انتهائه رح ياخده معه على المدرسه. هلو احمد. هلو رفوف، كيفك؟ منيح. اليوم رح نساوي الملف سوا. اوكي. الاشياء اللي بحاجه لها انا صور لاصقه، بحاجه لمقص للدبابيس، اوراق ملونه، كرتون اسمر مقوى، كرتون قاسي، بحاجه لسكوتش، لبخاش ورق، لورق هدايا. هلا بدي اطلب من احمد لو سمحت تشيل لي الغراض عن الطاوله لنبلش بلف الكرتون. شكرا لك. رح نجيب الكرتونة اللي نحن قصمناها، إذا بتلاحظوا بهالشكل هيدا قصمناها مربعين مستطيل بالداخل، المربعين لازم يكونوا قد بعض. حنجيب ورق الهدايا، نحط الكرتونة بالمنتصف تمام، نجيب المقص والسكوتش ونلزق. شكرا احمد. نلزق الكرتوني بهالشكل هاي. هلا احمد رح يساعدنا ويهدي لنا الورقه من الطرف الاخر. شكرا احمد. هاي لزقنا الكرتون المقوى. كأنه عم نلف ورقة هدية. هنرجع نعيد كيفية طي الطرف. أحمد لو سمحت تقص لنا سكوتش. هنعمل طرف بشكل مثلث، الطرف الآخر كمان هنتنيه أول تنية وتاني تنية بهالشكل هيدا هيك. خلصنا. هنجيب الأوراق الملونة. هلأ نحنا خلصنا لف الملف، هنجيب الأوراق الملونة وقلم الرصاص. نحن هون ثقبنا الأوراق مسبقا بمكانة الثقب. هنجيب الأوراق ونعلم على الملف بهالشكل هيك. هنثقب. لو سمحت بدنا يا احمد الدبابيس. هنثقب الكرتون. صار عندي بالملف هون ثقبين اذا بتلاحظوا. هنجيب الدبابيس اللي بيفتحوا بهالشكل هيدا. ندخلهم من الخارج اذا بتلاحظوا للداخل. الدبوس الاخر كمان من الخارج إلى الداخل. صار عندي الدبوسين بهالشكل. رح جيب الأوراق الملونة و حطهم بهالشكل هيدا وافتحهم. نفس الشي من هالجهة الأخرى. هيك صار عندي ملف لحفظ الأوراق. أكيد من الخارج ما بدي إياه بدون زينة، فحجيب ستيكرز. أنا وأحمد راح نحطهم. هنزينهم بهالشكل هيدا.
كيف ما بتحبوا تزينوهم. فيكن تجيبوا نجوم، فيكن تجيبوا اي صور بتحبوها للاعبي فوتبول، لرياضيين باسكت، او حتى لشخصيات رسوم متحركة. كمان في يزين من الجهة الاخرى. بشكل اللي بتحبوه، يمكن تكتبوا بالاشكال حرف اسمكم او تكتبوا اسمكم بالالوان. هاي الملف صار عندي. بعد في احمد حابب يحط بعد. شكرا لك يا احمد. هاي الملف صار عندي جاهز. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من مشروعنا لليوم، وان شاء الله يكون عامكم الدراسي كمان حلو مثلكم. وما تنسوا اذا عم بيعجبوكم فيديوهاتنا تعملوا لنا لايك اند سبسكرايب. باي باي احمد.